نروح لأخبارنا لليوم، وأول خبر لكلاب بوليسية ترصد كورونا. في ظل جائحة كورونا، هناك العديد من المحاولات التي قام بها الخبراء للوصول لحالة فعالة جدا في مواجهة الفيروس، من بينها تجربة فرنسية لتدريب الكلاب البوليسية على اكتشاف مرض كوفيد-19 باستخدام العرق البشري، وتوصل المشروع إلى نتائج إيجابية بنسبة 95%. شوفوا، أنا مو ضد أي اختراع أو أي ابتكار أو أي تجربة أنها تساعدنا في الكشف على الإصابات بكوفيد-19 بطريقة أسرع، بس هذه تجربة ما أقنعتني صراحة، ما أقنعتني، ما أعرف ليش. كيف من يعني رائحة العرق البشري راح أكتشف أنه هذا الشخص مصاب بفيروس كورونا أو لا؟ ما أعرف صراحة، ولكن جربوها في فرنسا وقالوا أنها جابت نتائج إيجابية بنسبة كبيرة جدا، يعني 95%، نسبة كبيرة ولا يستهان فيها أبدا. فإن شاء الله بس بإذن الله قريبا ننتهي من هذا الفيروس. إلى رغوة غير مسبوقة، تداول ناشطون فيديو من مدينة براي الإيرلندية الساحلية، ظهرت من خلال رغوة بحر غير مسبوقة تغطي شواطئ المدينة، مما أثار الجدل بين السكان. يمكن أول مرة يشوفوا زبد البحر بس صراحة يعني زبد البحر عندهم مو زي عندنا، كثير يعني مبالغ فيه، يعني كانها رغوة من جد فعلا، يمكن أول مرة تصير هذه الظاهرة عندهم وعندنا كمان في نفس الوقت. فعلا ضخمة جدا ومساحتها كبيرة جدا، ولكن أكيد هذا ما يسمى بزبد البحر. نروح لأخبار الحلوة، الأخبار الجميلة، الأخبار اللي نتمنى في يوم من الأيام تكون حقيقة. أجمل سيارة في العالم. من باريس الجمال، تعودنا نسمع عن أجمل امرأة في العالم، أجمل مدينة بالعالم، ولكن هذه المرة من مهرجان السيارات الدولي في باريس، بوغاتي بوليد تفوز بلقب أجمل سيارة خارقة لهذا العام. تم الكشف عنها طبعا مرة أخرى في أكتوبر عام 2020. سرعتها القصوى تزيد عن 300 ميل في الساعة. كانوا بس كتبوا لي السعر تحت المواصفات، نحتاج نعرف السعر يا جماعة. توقع بكم سعرها؟ أتوقع أني زمان قلت سعرها ولكن نسيت، زهايمة. عموما نروح لآخر أخبارنا، ولحظة مرعبة جدا، ونظل في فرنسا مع حادث غريب جدا. تعرض له متزلج على ثلوج جبال الألب، حيث واجه لحظات صعبة للغاية بعد أن تعرض للسقوط في فجوة بين الجليد قبل أن يصرخ طالبا للمساعدة. لحسن الحظ تم سماع صوته وإنقاذه بعد أن تعرض لإصابة في الساق. الحمد لله أنها جات على كذا وكانت بسيطة، وبالنهاية كان في أحد فعلا سمع صوته وأنقذه في هذه اللحظة. يا جماعة لا تغامروا بحياتكم أبدا، وخصوصا هذه المغامرات اللي تصير في جبال والتسلق ومع سوء الأحوال الطقسية. حاولوا أنكم تكونوا لحالكم وتأخذوا احتياطاتكم، السلامة أولا وأخيرا. هذه كانت آخر أخبارنا لليوم، ولكن من